قناة الدراما المغربية. الحاجة هي اللي اقترحت، قالت لي بنت بوجمعة، قلت لها مرحبا. والحاجة هي عرفت ما تختار، ما هياش على حكيت واختارت. والدرية نعم السركة تعرفها مزيان. معلوم. وخديجة راه درويشة، راه هي اللي تصبر معاك وتصلح لك. تندويش أنا على خديجة. ولا مكدوها سلح. خديجة راها بنتي. ايه ومرا كاع بنياتك. واني انا راه بقات عندي هذيك الفزغوله تاع نجاة. هذيك نجاة. واسيد الحاج اش عندي ما نقول لك انا؟ تساهل كل الخير. مرحبا سيد. الله يجعل كل شيء ببارك مسعود. بسم الله. بسم الله سيد. قراوا الفاتحه. يا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة يا عماس. سيدي الله يجعل كل شيء ببارك مسعود. خير ربي يقوي خيرك. جمع شاي. يلا العيالات. ضربوها بشي تزغري تافع على تاكا. وما كمساكت نجاة ما تستاهل زغاريت. نجاة هي للحاج الحاج راه بغى نجاة، رانا عطيتها ليه ورحنا قرينا الفاتحة ونبينا علي السلام. واش تتسطيتي ولا مسريح ولا مقلوب لك الطباطين؟ راه خديجة ماشي نجاة. وتانا نبزز عليها خديجة بزز ولا بغى نجاة؟ رحنا فضينا صافي. كيفاش فضيتها؟ غير هكاك بوحدكم ما هدرتوا مع حد ما تشاورتوا مع حد؟ وانت مالك؟ بغيت نعرف انت مالك اش حرك شطارتك بال؟ البنت بنتي وانا بوها وعطيتها للسيد صافي. يا بو جمعه ويلي ويلي زغرتي وسكتي زغرتي. خديجة سمعيني يا بنتي، إلا ما مكتب ليكش الحاج يمكن مكتب ليك حمد. راه نيتو غلبتنا. أنا راه ما بغاش نتزوج ولكن الحاج راني. وبركة ما تبكيش. أنا راه خايفة عليك كل حاج ما كيبغينيش. بالعكس أنتي عزيزة علي غير جاب ليك الله. شغلك كيفاش شغل ياك ما غادي عند حمد؟ خليت لك حمد خليت لك الدار كلها. وليدي راه ما عندنا ما نديرو، اللي كتب علينا ربي هو هذا. هادشي راه ماشي كتب الله، هذا راه الظلم هذا. او راه شتي بالي هذا بغي يشوف انا في الدوار. وشنو الحل؟ راه با عطاه الكلمه. انا والله ما نتزوج بيه، ملي تسطيت ناخذ راجل كبر من با. عندها الحق عندها الحق. انا لا يلا زوجوها بزز ضربوها ولا قطعوا ليها الراس، رحنا باقيين في يام والديك امي. صافي امجد صافي. وبزاف عليه والديا، ما الوالدي انا زوجوني بزز. انا ابوكم راه ما تزوجت بيه حتى بغيتو انا وبغاني عاد تزوجنا. انا عرفت الوالد، عرفت الوالد باغي يتناسب مع الموس وصافي. كنعرفو مزيان انا. لا ماشي شغلو في بنتو، ماشي شغلو في بنتو. غادي يجاو قلنا ماشي مشكل، ولكن نجات او انا راه من نهار فاش بدا كيعطيها الفلوس عقت به. شميت شي حاجه تما عقله ولا لا؟ ها كنعرفو مزيان. خلي خديجه كيتها هي هنا. البارح ما عرفت هذيك الحاله اللي دارت وبغى تجي لدارهم والحاجه شدتها بالزز. ورا غدا ترجع والله ما تبقى. انا عارف حريره وليدي دار لينا بوجب عاد عينه ربي.
خديجة اش كاين؟ وفي غادية؟ غادة لدارنا في الغادة. اجي اجي وما كي طير لك. صافي فهمت. طوي طار راه سمعت شي الحاج غادي. ما سمعت شي والو، داكشي الهضره الخاويه. هضره خاويه. شوفي البنت كانت طامعه في الراجل. عندها الحق، حنا اللي طمعناها. والحاج شنو قال؟ ما دويت معاه ما دوى معايا، ساكت والسلام. عارفه شنو دار؟ حشومه، عيب. الراجل شاف ويتزوج وبمن نجات قدح في يدو. باص بالحق قران هذاك بوج مع الطمع موجودين، ما فيهش النفس، ما عندوش الكرامه الرجال والو. انا ما نعطيش بنتي لموسى. انا رجعت يا خويتي ياك لاباس. وانا جيت لدارنا ما نجيش او ويلي، على ما تجيش تلقى غدا جايه. شوفي بكره مقلق عندك، الا تسولك قولي لي راني جايه نشوف نجات وصافي. لا لا راني جيت لدارنا، وديك الدار ما رجعش ليها. شوفي الله يرحم باك، انا ما بقاش عاد تشديني تي تلقاني هو يفيقني هو تشديني تي. اوليدي ملي ان شاء الله تكبر وتزوج ودير الاولاد، هذيك الساعه غادي تعرف بحق البنات. انا ولد بغيت نسولك سولت. دابا انت كيبان لك عادي اختي نجاة تزوج بلاك مريض. انت مريض مال واش خاصو، مال واش ناقصو؟ راجل كيتقلى كيصلي، شحال من رانا بهال العين ياكل الدودو التراب شتو كيصدق على عباد الله في الزرق. الواليد راه ما بقاتش في المظاهر، وانا الراجل راه كبر منا وزيدون هو من جيل وهي من جيل. واخا سيدي هي من نقولو، واش عام احسن نجوجوها ولا نخليوها بايره؟ بعدين نهاريات ديرنا بعدين في عين تخلينا ضحكه في الدوار. ولكن ماشي بزز منها. اسيدي ماشي شغلكم، نوضوا عطوني اتساعات تولدوهم وحكموا فيهم. ينعلو جلس. بغيت نعرف علاش نجات بالذات. حاجة خديجه راها بحال بنتي. بنتك؟ انا نهار الاول كانت يخصك توضح لي. انا قلت لي بنت بوج مع وصافي، بالنسبه لي هي نجات. انا عمرني ما تخيلت خديجه، واش فهمتي ولا لا؟ دير باش ديالي انت المسؤوله، كان عليك من الاول توضح لي السميه. ولكن الحاج الله يخليك بركه، دابا عطينا الكلمه للسيد، واش انا غادي نبداو نلعبوا ولا بلاش؟ ناقص عطيني اتساع خديجه، بعدي مني انا هاد الراجل هذا، راني ما بغيتو ما قلبت عليه، وهاد المعاني ديالك انت خليهم عندك. انا ماشي حمقه باش ندي راجل قد جدي. هاد الهضره بعدا ما دخلني حتى لراسي، ما بقيت تصداي في راسك حتى. انا دابا ما قلت لك والو، والله العظيم دابا عاد عجبتيني وفرحتيني. المهم عا ما يضحكش من هذاك ميسا ولد الجيعان. انا مظهر لي شايف هاد الزواج، انتي ماشي ديال هادشي. اش كتقصد الحاج؟ والله العظيم الا ندمت ما عمرني نويت ندير عليك الضر. انت خاصك الولاد، هاد الخير ديالك لمن تخليه؟ للشمايت؟ دازو فرص كتير ملي كان الشباب. نوض سير وجد راسك وما تبقاش تخمم بزاف. العالم الله واش تكون وافقات ولا لا. توافق علاش؟ انت كبير ولا هرمتي؟ راك تبارك الله باقي صغير. انا ديما غادي نبقى صغير في عينيك. ومالك تبارك الله، ها انت واقف بحال جدع. جدع
واش ظهر لي كام وجمعة؟ هي هي ظهر لي راه حنا خاصنا نديرو عرس ونجوزو بنتنا مزيان ونعرضو على الناس، لا لا مالنا خاونين شحدو. وانا خويا راه ما كاين شي اللي قالب ليا مجاجي قد خديجة، ما باغا ترجع عندهم، والحاجة عاد تسول عليها والدرية حالتها حالة. لا خويا ما بقيت عرفت انا بعدا اش ندير. واتي خلي خديجة درك، خلي خديجة وديها في نجات بعدا نتفكو منها. وصيبان يا ابو جمع واخوي الله رحم بالهاشمي، الا ما عدوي معاها وشد لها بخاطرها وتولي دايره لينا شي فضيحه هنايا. راك تعرف الدريات وانت انا اللي نعرف، انا هو كان غير خاصني نديرو درك مع السيد، خاصني نطلب ليه الصداق وندير ليه في البقيه ديال الصداق مليون ولا جوج. واش غنقول لك اخوي انت تعرف. قلت انا راه غادي نقنطر عليه، غادي نطلب ليه 8 هاد المليون في الكاغط باش نشدو من هنا. او بزاف انت تعرف اخويا، وما عرفتي غدا ولا بعد غدا يبغي يطلق ولا حاجه، ما عرفتي كحل راسي اش يخمم. ويلي هذيك الساعه نصافي شدو من هنا يعطيني 8 هاد المليون نقضي بها الغرض. واش تهبيل، واش الحاج القادر قد هكاك وصغيره وزينه ودمت وين طوي طلقها؟ ما يطلقهاش شي سوار تودروا لي ما عرفت فين درتو. او ما عدي تاع على سوارتك تاع تان تاع خليهم عندكم، خليني انا كنزريط. شد المسوار ودوم هاد الدرياب وجمعه الله يرحم باك. كتبغي تحكمي فيا بزاف امي، كل مره عطيني ري جديد ما يسلكني ما ينفعني. ديك النهار تقول لي خديجة ما تصلحش لك، ما عندك ما تدير بها، باه سمسار وشفار. عاوتاني رجعتي عندي كتقول لي خديجة مزيانة بنت الناس تصلح لك، هي اللي تبغيك. ودابا جايبها لي كلام جديد. هضرتي ساليتي ايوا اسمعني مزيان، خديجة كانت باغا تزوج بالحاج موسى، يعني كانت طامعة في فلوسه بلا ما تبقى تضيع وقتك معاها. انا في حقها كنت باغا نزوجك بنجاة، ولكن بركة لا نجاة لا خديجة. ما بغيتوش ما بغيتوش. وبنيتي على خاطرك تاش من خاطر عندها الحاجه الله يهدي. سيري بنيتي دخلي دار، سيري دخلي. اسي بوجنا راه كلشي بالخاطر. شوفي الحاجه، نعم كلمتي انا راه ما كطيحش الارض، غادي تتزوج بالحاج موسى غادي تتزوج به، والاخرى راه غادي ترجع معاك انت. يلا تشربي معنا واحد كاس تاع اتاي. لا لا خليني مره اخرى ان شاء الله، خليني نمشي. يا على خاطرك انا حاجه. نعم عندك الحاج موسى يسيق الاخبار ونوليو ما مزيانينش. كون هانا بو جمعه ما تخافش، خليتكم على خير هاد الساعه. لا لا خطك، عاودي لنا هاد المجيه ان شاء الله. ان شاء الله.
خرجتو لك جبت لك الشمع الوقيد، غنجيب لك الماكله والماء والداكشي اللي خاصك كله غنجيبو لك، سمعتيني؟ حتى يعيا با وداك المستوى يعرفك بانك هربانه منه. صافي ديك الساعه غنخرجك. لا حسن با صافي صافي، مالو غادي يقتلك. يلا صافي. أمي 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 قلت لها درس وفضيحة فضيحة وقعنا فيها. اش وقع وليدي؟ ومجيد مجيد لقيت قرب نجاتك. فاش دير؟ ويلي فين شتو؟ وغادي بها لجهة الدار المهجورة. ويلي سكت سكت خاي سمعوا باك سكت انا جوعني جيكا جيكا. دير تهمه وليتي تبدا يا وليدي ياك ها شكون لي والد الاخر انا ولا انت حسابي معاك هو الاخر اعطيني اتصال درك عليكم ماتك اش كديري هنا الله يخليك صحيحتك برك عليها اش كديري هنا انت اش كديري هنا سيري لداركم درك زلفتك الواليد اعطيني اتصال خلينا عنده معاك ابو جمعه الله يرحم من تكر الدريه باقي ما عندهاش العقل دير لي ما نضربها والله وقعد حتى خرجت حدات ربطك مع البقر الى ما ردك منين جيتي راه ما ناش بو جمعه عطيني تسعة انا مزوجه فيك عطيني تسعة وكنت تغبني عليا باغا تدصري عليا الدريات عطيني تسعة فاطمة اك لاباس شتكم غير لا والو سيد الحاج غير ذلك غتوجدي العروسة بيتها ما قدرش نقولها للحاجة كتعرفيها سبحان الله اش كتقصدي؟ لا والو يلا سير شغلك هذه هي سنة الحياة قول هذا زمان اخر الزمان بحال مواليه كيدور يا فاطمة صبري يا بنتي صبر يا بنتي صبر يا بنتي احنا رحنا ما نساقينش بك لكن مرة ربي انت لما كاي في ضغر شمي باختك حنين اللي بنتي بسم الله Woo!
اللي ما سالفيهاش بيك ولكن كويتي. دير لي يدي دير لي يدي طلع عرميتي عليك عرميتي 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 انا راضي عليك. على الشيطان بنيتي حشومة حين صبري بنيتي رضي عليك بنيتي. نودي يا خديجة جاكش الناس؟ جيت غير نونسك الحاجة. الله يهديك فاطمة، واش أنا باقا صغيرة؟ راني درت اللي عليا، واش الحاج صبر معايا 30 عام عمرو ما عقرني ولا هز فيا العين. ديما كلمتو معايا زينة وديما محترمني وياخد بريي. قالوا راه ما تولدش تلقها ولا تجوج عليها ما بغاش، وانا ما عطانيش الله الولاد ما نكونش قاسي عليه، اش ندنبو؟ دي الحجة الرجال ما فيهم ثقة، انت غير على نيتك. سيري تناسي، غدا نهار اخر يطلع، وايام اخرى تبدا، وهذه هي الدنيا. تصبح على خير. سيد راه عامل ديك سير عاد قابل خدمتك كي مالف ودخل سوق راسك وشد فمك الحساد طام الله ولا تبيقينش ليهم الطبع. وانت مالك باغا تولي توريني اش نديرو؟ دير الفطور لبنتك وانا راني عارف اش ندير، غندوز لعند الحاج موسى نبارك لي. خويا راه بحال البارح شتها ساهيه وتخمم
دخل معاه الماضي السطع وتي رابحة فرحانة والحاج موسى أكثر منها. زيدي زيدي وشدي فمك. مالك ياك ما طيرتها لك العروسة؟ الله العظيم الحاج جلال البنت اش داري لشي جواج جايبة ليا درية صغيرة عيب. انت اللي بغيتيها نهار الاول قلت لك خديجة مزيانة وبعقلها وكبر منها ولكن اللي اعطى الله اعطاه. خطأ ديالي انا اللي تسمعت الهضره ديالك درت بها. انا ما باغي ولاد ما باغي زواج. تبارك الله تبارك الله على بنيتي صبحتك يا الوريده. صلى على النبي عليك ابنيتي. دابا تولفي الزواج راه غاولف. سوليني انا والراجل راه ما يتعبش ودابا يتهلا فيك وتولي ما تسخيش تفارقي معاه. سوليني انا نقول لك حق ربي ودي دابا تشوفي وغيتهلا فيك وهو الحمد لله مهلي فيك بس صبح عليك. ها بارك الله خير كثير هذا واغناك الله بنيتي. ما عرفتش شحال تكون دايره من مني ولادي. والله الا زينه عجباتني. خذيها يويلي على ناخدها. من تصطيت بغيتي بوجمع يصرف انوامر لا وين دي تمشي لبوجمع. شدي خيرك عندك ابنيتي الله يزيدك. شدي شدي دي ندير بوجمع. ما نسمحش لبوجمع. مرحبا. مبارك مسعود سيد الحاج. مبارك ما درتي. مبارك فيك. وجمعة. نعم سيد الحاج. غادي نتهلا فيك مزيان وان شاء الله غادي نعوض لك كلشي. لا لا يخطيك سيد الحاج. و الله باش يشهد الله راه حنا ما بيناتنا طمع. عاود شويه مع ولادي الكرف السكنه شويه ما خياكش مع الدراري وداك الشيء شويه دي قعد دي الحال بغيت شويه نتيسع شويه نزيد شي على وجهك وعلى وجه نجات. ان شاء الله غادي تكون عندك الدار راك نسيبي وعزيز. بارك الله فيك الله يزيدك خير في خير يا ربي امين. العروسه خاصها تكون فرحانه. الحاج راه مزيان وقلبه كبير وغادي يتهلا فيك وانا اعتبريني بحال امك. ما عمر الدره تكون ام ولا اخت الحاج. وعلاش لا الا كانت القلوب صافيه. كان خالي الله يرحمه مجوج بربعه د العيالات كانوا في الدار بحال الخواتات لا خصام لا نميمه. نهار مات بقاو مصاحبات ولادهم كيقولوا المرت خالي الاولى امي. وهي بحالي ما عطاهاش الله الولاد
الله يرحمها ويرحم الجميع. هاد الشي كان زمان الحاجة، ما دابا كله مصلحته. اش كتقصدي بهاد الهضرة هادي؟ والو والو، ومالكي كتنهتي؟ هزة تقول على كتافك ياك لاباس. خليها خليها الحاجة تقول لي في قلبها. قلت كلشي. هاد فاطمة بعض المرات كنسمع منها شي كلام كيخوف، ما نعرف علاش. كيفاش؟ قول. السلام عليكم. اهلا اهلا اهلا. وعليكم السلام. زيد اولدي زيد قول. هي الحاجة ولات عندك كارتي جينيرال هنا. تفهمتي. الله يرضي عليك، الكارتي جينيرال. ايوا بخير الحمد لله. وكون سعفتيني كون سعفتيني واختيريي وتشوف الكارتي جينيرال اللي ندير لك، ولكن ما كتسمعش كتسمعش. فاش الحاج غادي نسعفك وفاش ما كنسمعش؟ اخويا النهار الاول ملي انت بغيتي تمشي تقرا قلت لك سير قرا الاقتصاد، قرا التجاره والبيع والشراء، كون راك هادشي ديالي زدتي به القدام وطلعتي به الفوق، لان غادي يكون عندك انت العلم، ولكن ما كتسمعش. مشيتي تبعتي لي الهندسه، ديال الهندسه نهار كان منتفض الشراطي والخطوط والكاروات والدوارات، غادي تحفي فيهم ها عينيك. الحاج اولا انت واحد ما كيقرا داكشي اللي ما كيرميش ليه، وما يمكنش شي واحد يفرض عليا شي شعبه ما غنرتاحش فيها. واخ. وثانيا وثانيا الحاج داك الخطوط والكاروات اللي قلتي انت راه قرايه حرفه فن، وبهاد الحرفه هذه غنوصل داكشي اللي بغيت. وثالثا ثالثا يا ابي العزيز يا الحاج الله يهديك، راك كبرتيني قريتيني وكلتيني شربتيني، هادشي اللي عطى الله انا كدير. ايه كنعرف كيدير الراس القاصح الناشف العكسي اللي ما كتسمع ما والو. الحاصل المهم خلينا من هادشي، اشنا هو السبب ديال هاد الزياره؟ عندي لك واحد المفاجأة. مفاجأة؟ بارك لي راني خديت بيرو جديد. اياه خديتي بعد البيرو جديد؟ اييه. ما حضرتينا ما شاورتينا ما خديتي غينا، يعني درتي اللي قال لك راسك وقضيتي حاجة عاد جاي بارك لي. اودي وفين سلامة خديتي هاد البيرو؟ خديته اسيدي في واحد الكارتي زوين وغادي يعجبك، وبغيتك تمشي معايا دابا. اول واحد غيد شنو هو انت؟ لا 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 انا ما مسالي شي دابا. دابا النهار مشى لقيتيني غادي نمشي نشوف امك، عيطت لي في التليفون ما عرفتش الا جبتني. دابا الليل هذا خليه حتى حتى الغدا ولا لا. يلا احكى. احنا كندهو على العيالات غادي نجبدو حديت ننسى. ايوا شوف درك واش في خبارك الشريك ديالي المحترم الراجل ملعقل اللي كبا من الشيب، عرفتي اش دار؟ الحاج موسى؟ ايه. اش دار؟ تزوج. تزوج؟ وتزوج. تزوج؟ ايه تزوج. تزوج على لالا ربحة؟ وايه. والمصيبة ما خصك تشوف اشنو خدا؟ خدا بنية قد بنته. اش من قد بنته؟ قد بنت بنته. الحاج موسى تناسب مع الخماس ديالو. خدا الصغيرة في بناته. واش هذا عنده شي عقل ولا ما عندوش؟ هذا تيخمم ولا تيفكر ولا اش تيدير هذا؟ الحاج حياتي وهذوك خليه يدير اللي بغا. يلا نمشيو. اش خليه يدير اللي بغا؟ كيفاش يدير؟ لا 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 لا. هاد الجواج هذا وراه شي قضية. أنا كنعرف هذاك الحاج موسى. هذاك الحاج النبس هذاك. أنا عارف هاد القضية شنو وراها. شي نباص هذي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويلا يلا نمشيو راه الحاج كتسناك. هي 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 هذاك الحق. يلا
فين نجات؟ كانت معايا طلعت تنعس. عرفتني هنا. خصها تعلم الصوان. نزلت تعشى. واش اختي اللي عتبات بلا عشا ولا؟ هذا كلام الدراري يا الحاجة. خصها تعلم الأدب. أنت المسؤولة على هذا الشيء كله. نجت شنو اللي مقلقك عليا؟ ما مقلقاش. انا ما بغيكش تقلق معايا. ما نبغيش شي حاجه من جهتي تطيروا لك. نتمنى على الله يعجبك. عرفتي هكا بغيك ديما ضحكه معايا تشوفي غير الايام مزيانه. مازال ان شاء الله غادي نبرعك. يلا قول لي كي جاك هذا المشروع هذا ديال القهيوه؟ ها مزيانه. لا كي جاك وسطاج نبيع وين؟ اسمح لينا علاش؟ لا وكي جاك هاد المشاريع ديال القهوة؟ مشروع مخير. مخير. لا نقابة، لا صداع ديال الراس، هاني مع راسك، جوج ديال الخدامة، جوج. وتبدا تدخل الفلوس. اش تبغي تخرج عليا؟ ايش من قهوة؟ تزناقي بست فين القهوة عم ست فين؟ قول لي شي حاجة على الدجاج، قول لي سير بيع الدجاج ولا بيع السوسيس، الناس كتزاحم على هادشي. باغي تخرج عليا أنت. واش عرفتي اش غادي دير؟ عرفتي اش غادي دير؟ أول حاجة سير بعدا عاد نسيبك تسلف من عنده الفلوس. وديك الساعة أجي عندي أنا غادي نوريك واحد المشروع ما يطيحش على بالك. واعر 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 تبارك الله. لا المكتب عندك زوين ما بيش. أما هو خسارة صغير شوية. كان كيخصك تختار شي مكتب اللي يكون كبير وفخم وضخم اللي واتيك ياك. ايوا الحاج نتاع عينك كبيره مولف بالفخامه والضخامه. ماني الله بديت بشويه عليا ونهار يسهل عليا الله غادي نوسع المحل ولا غادي ناخذ شي واحد اخر. يا ولدي فؤاد الله يهديك واش انت غادي تبقى تسنى حتى يسهل عليك الله؟ علاش ياك اخويا كلشي عندك مالك؟ تبرع في حياه باك. المال موجود انا كاين. كاع الحاجه اللي هي تقالت عليك خففت عليا. واش بغيتي؟ هي دابا ما عجبتش لابارتمون ياك؟ لا. واش شفتيها بعينيك فيها خمسه ديال البيوت؟ غادي ندير بيرو ديالي، جوج ديال لي زاسيستون، واحد ديال السكرتير، والاخر نديرو الارشيف. ايوا شنو هي ويلا خصك شي قاعه ديال الاجتماعات، ما دير الله يهديك. يا سيدي غير طلب ربي يسهل علينا وصافي الله يهديك. ايوا واش غادي نقول لك اولدي؟ الله يسهل الامور، الله يسهل الامور. علال علال ها ما سمعش زيد 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 خرجها للبقرات شويه راه حنا بغينا النكسو. واخا هذيك البقره اللي كانت مريضه الطرفانيه صبحت شويه لاباس. لا شويه لاباس الحمد لله. ايوا علا شتك ما تاش على حالك باك لاباس. اش كتعجبني ابو جمعه؟ حاجه واحده كتبغي البهيم وراه دبرك. وانت غالطه والبهيم راه مقطوع عليا من لحمي راك اخوتي. اودي السيو سي بو جمعه الله يخليك بغيت نهضر معاك. علاش بغيتي تهضر معايا؟ على خديجة؟ أي على خديجة ولكن ماشي داكشي اللي في راسك. نقول لك رد لبنتك عقلها وقول لها ترجع للدار. معلوم غادي ترجع للدار لا هي ما لا هي. صافي المشكل ضربي على حساب. سير خالد. ربي يعاون أبا علال. وحدة منا ملي كتزري في الولاد كتندم بحاليا. شوفي ولدت بكري وهرب عليا الراجل وبقيت وحلة بوحدي. والله الا عندك الحق راه حتى انا ما باغياش الولاد. مالي ماشي بنادم جابوني غير باش نولد. ما تزربيش في الولاد. شوفي امك حاده غرقات ولاد وهي كتصابق غير بوحدها. بغيتي تكوني بحالها؟ واش كيديروا باش ما كيولدوش؟
الدواء ما كاين غير هو في السوق. شكون اللي غايجيبو ليا؟ ما تخميش. خديجة. نعم. بقى بنيتي ما هداكش الله ترجعي لداركم. ورا هادي هي دارنا. انتما مالكم شتكم ما عاجبكم حال. ياك ما نوض دابا ندي على الخلا. لا واقيلا نيت نوض ندي على الخلا درك بحال تسيبوا راحتكم. انتما عارفين ما بنت لكم انا تقول لي نوضي سير رجعي ضريبحة او. ناري يا بنيتي ومالكي كاع قباحيتي كاع هاد القباحة. شتي انا مولي فيا ما بقى يحمل لا ديك رابحة ولا ديك فاطمة ولا حتى ديك نجاة. دابا انت سمعتيني مزيان وبغيتك تعطيني رايك. اش قلتي؟ اش نقول لك؟ الله يعاونك اخويا. ملي انت باغي تخرج وما بقاتش عاجبك الحياه هنا الله يعاونك اخويا. سير حرق ولا هرب ولا دبر راسك. انا كنتشاور معاك راك خويا زعما واخوك اياه ولكن ما تبقاش مجيد كل مره جاي مصدعني ها غادي نحرق غادي نهرب غادي نسافر وتطريق ما شديتيها. امجيد الا كنت خوك تصمت ليا سمع ليا وثق بيا. اجي علاش ما تديرش بحالي؟ خدم وشوف وسكت. انا ساكت بحالك بحال با يا لطيف. صافي صافي نجت جبتي لي الدواء.